عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. نهار جديد مع وصفه جديده باذن الله. وصفتنا ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون عباره على بريوات اولا سيجار وبسطلات معمرين بالحشوه ديال الحوت اللي كتجي لذيذه بزاف بواحد الطريقه سهله سريعه، ما غاديش تاخذ لكم الوقت نهائيا في التحضير. هادو هما السيجار اللي حضرت، وبنفس الحشوه درت بسطلات، يعني نتوما شنو الشكل اللي بغيتو. كنتمنى ان هذه الوصفه هذه تنال اعجابكم. خليكم تابعوا معايا المكونات وطريقه التحضير. ما تنساوش تشتركوا في القناه وكذلك الضغط على الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. خليكم تشوفوا معايا هذه الوصفه وفرجه ممتعه. على بركه الله بالمكونات ديال هذه البسيطلات هذو اللي غادي نحتاج فيهم. عندي هنا الحوت الابيض اللي قطعته طريفات صغار بحال هكا وكنحتفظ به في المجمد وقت ما احتاجته كنجبدو. المهم هو مقطع طريفات صغار، غادي نضيف ليه شويه الملح والبزار وغادي نخليه حتى كيطيب. كنشحر فيه على عافيه مجهده شويه، صافي شويه الملح وشويه البزار. ها هو طاب، غادي نحيدو من هنا. انا درت كميات قليل ما غاديش نكثر. نفس المقلة غادي ندير شوية الزيت وغادي نشحر الكروفيت. الكروفيت ها هو قطعته طريفات صغار. غادي ندير شوية الملحة وشوية البزار. صافي الكروفيت تا هو طاب، غادي نضيفو هنا. مرة أخرى كناخد شوية زيت الزيتون ونزيد الكالامار. غادي نزيد الكالامار حتى هو، حطاتو طريفات صغار. غادي نزيد شوية الملحة، غادي نزيد شوية الملحة وشوية البزار. بعد ما طيبت الكروفيت والكالامار والحوت، هنا خديت نفس المعلقه درت فيها معلقه كبيره ديال الزبده، غادي نضيف لها واحد جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون. غادي نضيف واحد العصير ديال الحامضه. غادي نضيف واحد معلقه صغيره ديال الهريسه، اختياريه، ممكن ما تضيفوش الهريسه الا ما بغيتوهاش تكون حار. معلقه صغيره صوص صوجا، تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال الصوص صوجا. غادي نضيف واحد شويه ديال الثومه محكوكه، تقريبا واحد جوج فصوص. وعصبر معدنوس تقريبا واحد جوج معالق كبار. صافي ضفت جوج معالق كبار ديال العصبر معدنوس، غادي نخلط كلشي مزيان. غادي نضيف شويه الكمون بالنسبه للتوابل، معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره تكون عامره ديال التحميره، وشويه الملح. صافي شويه البزار وغادي نخلط كلشي مزيان. نضيف واحد نص دويمه ديال الحوت، حيت انا ما عنديش كميه كثيره، غادي نضيف غير نص دامه. و
غادي نضيف شويه الماء ونخليها واحد شويه تطبخ على ما ينشف هذاك الماء ونطفي عليها. صافي هانتوما بقيت خليتها حتى ولات خاطره هانتوما. دابا غادي نطفي عليها ونخليها على جنب على ما نوجد الشعريه الصينيه. هنا وجدت الشعريه الصينيه، عندي هذه الشعريه ديال الرز ثلاثه الوحدات، غدوا صغيورين راه ما كبارش، شفتوا عندي ثلاثه الوحدات. غادي نصفي فوقهم الماء ديال الكروفيت. شفت كلشي، دابا الشعريه صفيتها، غادي نقطعها هكا بالمقص باش ما تبقاش طويله. من بعد ما قطعت الشعريه هنا غادي ناخذ الكاسرونه، غادي نضيف ليها هذا اللاصوص اللي حضرنا، هذا اللاصوص اللي حضرنا ديال صوص الصوجا والحامض والزيت التوابل. غادي نضيف لهم الشعريه هذه، طريقه سهله ودغيا كتوجد، يعني ما كتاخذش الوقت كثير، ممكن ديروا فيها حتى بصطيله كبيره كتجي زوينه. غادي نضيف الحوت اللي درنا، وغادي نخلط كلشي مزيان حتى تشرب هذيك الشعريه هذيك لاصوص اللي حضرناه. غادي نضيف فرماج حمر محكوك، ممكن تضيفوا حتى الزيتون مقطع دوائر، ممكن تضيفوا كذلك الشامبينيون اللي تيكون مقطع يا اما الاسود او لا الطري او المعلب، حتى هو تشحروا مع بحال اللي شحرنا الحوت تشحروه بحال هكاك بالنسبه للطري. صافي انا ضفت هنايا سميتو فرماج حمر، غادي نخلط كلشي ونخلي الحشوه ديالي تبرد واحد شويه باش نحضر البسيطلات ديالي. غادي ناخذ الورقه ديالي غادي ندهنها، انا عندي هذه ما مدهوناش ديال البخار، ما كتكونش مدهونه، غادي ندهنها بالزيت. غادي ندير فوقها واحده اخرى، ندور هكا. كنت باغا ندير بسيطلات الساعه، قلت الله ما ندير نبدل شويه نديرو سيجار. كنجيبو هادو هكا بجوج الوسط وكنطوي بهذه الطريقه. انا درت جوج ورقات حيت عندي الورقه شويه قديمه باش ما تقطعش ليا، المهم انا درتهم كبار بحال هكا شويه. شو انا عاود ماك محتفره، ما يحتاجش انني ندهنهم بالبيض ولا شي حاجه، غير كنحطهم بحال هكا في اللاطة وصافي. نص غادي نديرو بريوات ونص عفوا سيجار ونص بسيطلات. كناخذ الورقه كندهنها بالزيت بحال العاده، كناخذ واحد السليفه بحال اللي درت في البسيطلات ديال الدجاج، غادي ندير لها بحال هكا، ناخذ كميه من الحشوه كنجمع هاد الشناب بحال هكا. الا بانوا ليا كبار كنقطع شويه باش ما تجيش الورقه كثيره، وكنجمعهم بحال هكا الوسط بحال شي كموسه، كنهزها بحال هكا. كناخذ ورقه اخرى كندير العكس، كنقطع هاد الزوائد دائما ما نخليش الورقه كثيره، وكنجمعهم بحال هكا كتجي بسيطه بحال هكا. من بعد ما كملت البريوات ديالي وبسيطلات، هنا درت بسيطلات وبريوات هانتوما، غادي ناخذ شويه ديال الزيت وغادي ندهنهم صافي، وكندخلهم للفران ما كنسخنوش من قبل، كندير العافيه مهيله وكنخليهم يطيبوا على راحتهم باش يجيونا مقرمشين.
البنات من بعد ما وصلوا عيطات المغرب درتهم كيسخنوا وغادي نحك عليهم شويه ديال الفرماج الحمر. غادي نحطهم في الطبايصلات اللي غادي نحط فيهم.